إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. أيها الحضور المبارك، قال الله تعالى في آي القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثمرات الإيمان. الإيمان قضية الجميع، لابد أن يهتم بها الإنسان في حياته، لأنه إذا خسر في مشروع الإيمان فمآله التباب والهلاك والخسران لا سمح الله. قد يفشل الإنسان في مشروع من مشروعات الحياة، وهي كثيرة ولا ضير، يجتهد طارة يفشل طارة ينجح، ولكن مشروع الآخرة هو مشروع الإيمان، أعظم مشروع لا بد أن نهتم به جميعا، صغارا كبارا رجالا نساء. لا نملك إلا حياة واحدة، فإذا عمرناها كنا من الناجين، وإذا لم نكن كذلك سنكون من النادمين لا سمح الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك أمرنا الله عز وجل بالحرص على زيادة الإيمان وتقويته وتمتينه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نجدد إيماننا بالنظر في كتاب الله العزيز، نقوي إيماننا بالنظر في كتاب الله المفتوح كما في سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وتأكد هذا الإرشاد القرآني في كثير من آي القرآن، في مثل قوله تعالى في سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وفي سورة الذاريات الكثير من الآيات، في الآية 7: والسماء ذات الحبك. في الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين.
في الآية 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلى أن تأتي الآية رقم 50 حيث يأمرنا جل جلاله بقوله ففروا إلى الله. إذن لابد أن نحرص على تمتين الإيمان وتقويته، فالإيمان تتجلى حقيقته في ثلاثة أمور: الأول تصديق بالقلب، الثاني إقرار باللسان، الثالث تطبيق بالجوارح والأركان. ومن غرس شجرة الإيمان في قلبه سيجني ثمرات، أولى الثمرات الإخلاص، كما قال ربنا عز وجل في سورة الأنعام الآية 162، ربنا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه أولى الثمرات، والخلاص في الإخلاص. ورد عن الإمام أبي حامد الغزالي في الإحياء: الناس هلكا إلا العالمون، والعالمون هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. أولى الثمرات الإخلاص، ثاني الثمرات السكينة التي تملأ القلوب. قال ربنا عز وجل في سورة الرعد الآية 28 ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال في سورة الفتح الآية الرابعة هو الذي أنزل السكينة، أين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى آخر الآية الرابعة من سورة الفتح. هذه ثاني الثمرات. ثالث الثمرات العمل الصالح، المؤمن الحق وثيق الصلة بالله سيستثمر عمره وحياته بقدر المستطاع في العمل الصالح، في الباقيات الصالحات، كما قال ربنا في آخر آية في سورة الكهف الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. رابع الثمرات الرجولة، هذه الرجولة لا تباع في الأسواق، نجد مصانع تصنع ما تعلمون وما لا تعلمون، ما نعلم وما لا نعلم، ولكن لا نجد مصنعاً يصنع الرجولة. نرى أسواقاً ودكاكين تبيع كل شيء من احتياجات الإنسان، ولكن ما وجدنا سوقاً أو حانوتاً يبيع الرجولة. ومصنع الرجولة في رحاب الإيمان، كما قال ربنا عز وجل في سورة الأحزاب الآية 23 من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وخامس الثمرات
الثبات. هذه الدنيا عامرة بالمفاجآت، عامرة بالهموم، بالأزمات، بالمشكلات، بالتحديات التي لا نحصيها عددا، ونحتاج دائما وأبدا إلى الثبات. لذلك ربنا عز وجل وهب هذه الثمرة لأهل الإيمان الحق، كما قال ربنا جل جلاله في سورة إبراهيم في الآية 27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذه الحياة التي تواجهنا فيها الزلازل والهموم والأوبئة والهزات، نحتاج إلى الثبات. رحم الله الشافعي الذي قال: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء، إلى أن يقول: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تفتح لنا جميعا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان. فأعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. استووا استقيموا ارحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا
إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.